الحلوة ليلى علوي، يا اهلا وسهلا. يا اهلا بيك. اول شيء انت اكثر حدا ظابط اليوم لونه على الكاربت تبعنا. والله حظي حلو. وانت قاعده هلا شفتك ازرام. هاي نانسي، اهلا وسهلا فيكي. فيكي شو اخبارك؟ هاي المايكروفون تبعك لوك سو بريتي نايت. خبرينا عن اللوك تبعك. اللوك تبعي الكسندر فوتشي. بيوتيفول بيوتيفول ميك اب فادي كاتايا وشعري ميشيل ليون. طالعه جولدن تروفي اليوم ما شاء الله عليك. عندك اليوم ترشيحين ويعني ان شاء الله بتفوزي. قد ايه سعيده بس هيك عرفتي انك اليوم رشح لجائزتين كثير مهمين، وهم الاغنيه المفضله لدى الجمهور عن فئه الموسيقى والمغنيه المفضله كمان. انا بدايه سعيده بوجودي هون، بوجودنا كلنا. هذا فخر للعالم العربي، ونحن هي الجائزة الأكبر، هي وجودنا وجمعتنا كلنا هون، وإن شاء الله نحن ربحانين ربحانين كلنا إن شاء الله. طيب كمان عندك عرض اليوم كتير حلو، بعرف ما فيكي تخبرينا تفاصيل، بس شو بتشوقي الجمهور له اللي رح يحضروا بعد شوي لايف؟ عرض كتير حلو، كتير جديد، كتير انترناشنال. ينطرونا. اوكي، انت بتدخلي فرحه لكثير ناس. نانسي قاعدين ببيوتهم بكل محل بالعالم بحبوكي. انت متى بتكوني مبسوطه ومتى بتكوني فرحانه؟ متى بكون مبسوطه وفرحانه؟ يعني من اسم الشو، من اسم الاورد جوي اوردز. هي اهميه هيدي الجائزه انه هي جائزه بتجمعنا كلنا. انا اليوم كثير سعيده، كثير سعيده بوجودي هون، واكيد بدي هني كل الفائزين، ومش بس الفائزين، كل اللي موجودين، لانه مثل ما قلت لك انه هي الجائزه الاكبر. اكيد. ثانك يو سو ماتش، انجوي يور نايت تونايت. ثانك يو.